السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، أسعد أوقاتكم جميعا. معكم مدرس مادة اللغة العربية الأستاذ علي الجمعة. وفقنا الله تعالى بإصدار ملزمتي بعنوان الأزهرية في شرح العربية لطلاب صف الأول المتوسط. سلسلة الأزهرية في شرح العربية تطلبوها فقط من ملازم الشمس. اليوم أنا راح أبدو ياكم إن شاء الله شرح أول درس من دروس اللغة العربية اللي هو أقسام الكلام. سلسلة شروح قواعد اللغة العربية للأول متوسط راح تكون مدعومة بمنصة اليوتيوب وبشرح الملزمة، فأنتم تقدرون تطلبون الملزمة من جميع محافظات العراق وكل مكاتبنا ببغداد. نبدو ياكم بالموضوع الأول لطلاب صف الأول المتوسط، أقسام الكلام. الطالب يسأل سؤال، شنو هن أقسام الكلام؟ شلون يجيني السؤال بالامتحان الشهري؟ شلون أقدر أضبط أقسام الكلام بأقل وقت أو أقل فيديو؟ ننتبه وياكم نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أقسام الكلام، خليها في بالك، أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. شنو أقسام الكلام؟ اسم وفعل وحرف. يعني يا عزيزي، المدرس بالمدرسة راح يقول لك بابا شنو هي أقسام الكلام؟ الجواب أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. أو هذا التصوير راح يكون بنسبة 100% إلى جميع أولياء الأمور، لأن هسه صف الأول متوسط هم أولياء الأمور دا يشوفوني حتى في سبيل منو يدرسون أولادهم، فانتبهوا عليه أولياء الأمور. أقسام الكلام وهو اللفظ الذي يدل على معنى محسوس أو غير محسوس. مثل إيش؟ الاسم، أسماء عندنا كثيرة باللغة العربية: الأسد، الكتاب، البطولة، تمام؟ هذا كله في ما يخص الاسم. ننتقل إلى أنواع الاسم. يعني هنا أنت كصف الأول المتوسط أستاذك راح يقول لك بابا شنو أنواع الاسم؟ هذا الاسم مثل إيش؟ جاي يختبرك، ضروري جدا، وخصوصا يجيك بالامتحان الشهري على شكل فراغات عزيزي، ضروري جدا تنتبه على هذه القاعدة. انتبهوا يا يعني. أنواع الاسم، للأسماء أنواع كثيرة. أولا فيما يخص الإنسان، مثل إيش؟ علي، محمد، باقر، عبد الله. الحيوان، مثل إيش؟ الأسد، القطة، النمر، تمام؟ وصلنا علما إلى النبات، جميع النباتات بأكملها: الوردة، النخلة، إلى آخره. وصلنا إلى الجماد، انتبه على مسألة الجماد، الجماد اللي هو ما بيروح، الكتاب، القلم، الرحلة. أعيد، أنواع الاسم: الإنسان إذا كان عاقل، علي، محمد، باقر، جبار، محمد. الحيوان، جميع الحيوانات: الأسد، القطة، النمر. النباتات مثل الوردة، النخلة، إلى آخره. أما إذا انتقلنا إلى الجماد، فجميع الجمادات في اللغة العربية، والجمادات في اللغة العربية كثيرة. ننتقل إلى علامات الاسم، سؤال شهري يجيك بنسبة 100%. يعني أستاذك راح يقول لك هاي الصيغة: ما هي علامات الاسم؟ عزيزي ولي أمر الطالب، انتبه على هاي القاعدة. ابنكم من راح يمتحن بالامتحان الشهري؟ عزيزي ولي أمر الطالب المحترم، انتبه على هذا السؤال، لأن راح يجي لابنك بالامتحان الشهري الأول، وأنا ذاكرة بملزمتي بشكل تفصيل كامل، ذاكرة، وهذا مذكور بشرحي في اليوتيوب. راح يقول لك سؤال: ما هي علامات الاسم؟ يعني الاسم إلا فد علامات ممكن تقول لي إياها؟ انتبهوا إياي، يلا. علامات الاسم، أول علامة من علامات الاسم دخول التعريف عليه. يعني التعريف راح يدخل عليه، مثلا الأسد علامة من علامات الاسم يدخل التعريف عليه. الكتاب، المدرسة، إذا تلاحظون جاء ألفظ التعريف، ده ألفظ شنو؟ التعريف.
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم القارعة. ما القارعة؟ تلاحظ احنا مو لفظنا شنو للتعريف. ثاني علامة من علامات الاسم، ثاني علامة من علامات الاسم أن يكون مجرورا بأحد حروف الجر. الطالب هنا راح يقول لي استاذ أنا ما فهمت شنو هن حروف الجر. حروف الجر كثيرة في اللغة العربية. أنا هسه دا أبنيك للسادس الإعدادي لأن هذا الموضوع يعتبر من درس الأساسيات. شنو هن حروف الجر في اللغة العربية؟ حروف الجر في من على الباء واللام. حروف الجر تعتبر علامة من علامات الاسم. مثال في الصف رحلة، هاي الفي تعتبر شنو عزيزي؟ تعتبر علامة من علامات الجر، أو تعتبر ماذا؟ حرف جر. وحروف الجر يعتبر علامة من علامات الاسم. ثالث علامة من علامات الاسم دخول التنوين على آخره، وهذا جدا مهم. التنوين جماعة شكرا بالنون وعفوا بالنون هنا عندكم ضعف بهاي القاعدة. انتبه لي على هاي القاعدة، شكرا بالنون أو عفوا بالنون أو جزيلا أو فضلا، هذا يعتبر تنوين عزيزي، فانتبه لي على هاي القاعدة. دخول التنوين على ماذا؟ على آخره. زين الأستاذ هو التنوين شلون راح يكون؟ أنا عندي التنوين اسمه تنوين ضم، وهنا تنوين فتح، وهنا عندي تنوين كسر. فأنت هذني عليك أن تعرف بنسبة 100% دخول التنوين، والتنوين هو علامة من علامات الاسم. رجل كتاب رجلان إذا كان في النصب. زين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. دخول التنوين على اليمن، دخول التنوين على اليمن علامة من علامات الاسم لو الفعل. لا عزيزي علامة من علامات الاسم. رأيت أحمدا إذا كان في النصب، أما إذا كان في الجر سلمت على أحمد. سؤال دائما أجيب بالامتحان الشهري لطلاب صف الأول المتوسط وجميع مدرسين اللغة العربية يجيبونه، هنا يخطئون الطالب. مرات نختبر الطالب إنه هو فاهم، إحنا ما نريد يرخ، لازم هو الطالب يكون يفهم. شو نقول للسؤال؟ التنوين علامة من علامات الاسم ولا يدخل على الفعل أو الحرف. مرات احنا نسأل الطالب سؤال نقول له التنوين هو من علامة من علامات الاسم، أو مرات نقول له لماذا التنوين علامة من علامات الاسم لا يدخل على الفعل. الجواب ان التنوين مختص فقط بالأسماء، ما مختص لا بالأفعال ولا مختص بكل الحروف الجر. التنوين علامة من علامات الاسم، يعني التنوين يدخل فقط على الاسم، ما راح يدخل فقط على الفعل. يعني التنوين يدخل على الاسم فقط، ما يدخل على الفعل ولا يدخل على الحرف. انتبهوا لهذه القاعدة، التنوين علامة من علامات الاسم يا عزيزي لا يدخل على الفعل نهائيا. زين هسه احنا خلصنا صيغة السؤال بالامتحان الشهري، تمام؟ زين واتعلمنا انه عندنا صيغة جدا مهمة، ما هي علامات الاسم بنسبة 100% تجيك بالشهريات. مهم جدا هذا بالشهر الاول يا عزيزي، ولأمر الطالب انتبه على هذا السؤال. ننتقل هسه لمن؟ ننتقل الى الفعل. بابا هو الفعل هو شنو معناه؟ هو لفظة، يعني هو لفظ الدال على حدث، بس هذا الحدث مقترن بمن؟ بزمن. بابا هو الفعل، انت لا تتعب نفسك، يعني انت هنا لا تتعب نفسك، الفعل هو لفظه يا عزيزي حتى انت تفهم وما تدرخ. الفعل هو حدث، هو لفظ الدال على حدث، بس هذا الحدث مقترن بنسبة 100% بزمن. انت عندك افعال كثيرة في اللغة العربية، عندك الفعل الماضي، عندك الفعل المضارع، عندك الفعل الأمر. هذني
عبارة عن أفعال. هاي الأفعال مقترنة بمن؟ مقترنة بزمن. على سبيل المثال أجي وأقول لك ذهب، هذا فعل ماضي، أقول لك يذهب، أو أجي أقول لك اذهب. وللفعل حتى أنت تفهمها، الفعل يابا يا عزيزي بموجود ثلاث أنواع، احفظها مثل ما تحفظ اسمك، لأن أنت هنا راح تأخذ الأفعال على طول مسيرتك الدراسية من الأول المتوسط لحد ما توصل للجامعة. شنو هن الأفعال باللغة العربية؟ انتبه ادرخ، هسه هنا أقول لك ادرخ، من أقول لك افهم افهم، من أقول لك ادرخ ادرخ، يلا انتبهوا يا. والفعل في اللغة العربية ثلاثة أنواع، عندي فعل ماض، عندي فعل مضارع، عندي فعل أمر. خلينا نفلس وناخذ أول نوع اللي هو من هو الفعل الماضي. عزيزي الفعل الماضي خلينا نتفق أنا وياك ونسولف عليه، الفعل الماضي هو شيء راح وانقضى، يعني فشيء صار بالماضي، يعني صار البارحة أول البارحة صار. الفعل الماضي وهو الفعل الذي حصل وانقضى أو حدث وانقضى، بس وين؟ في الزمن الماضي. مثال كتب، نجح، درس. يعني يا عزيز انتبه على هاي القاعدة، الفعل الماضي شيء صار البارحة، صار قبل ساعة، بعد قبل ساعة صار، صار مثلا قبل أسبوع، فشيء ماضي تمام. هذا الفعل الماضي بيه علامات. صيغة السؤال بالامتحان الوزاري، شنو امتحان وزاري؟ بالامتحان الشهري، صيغة السؤال بالامتحان الشهري، يعني هنا أنا أستاذك راح يجيب لك صيغة السؤال جدا مهمة، انتبه عليها. وعزيزي ولي أمر الطالب اكتب هاي الملاحظة وأريدك تدرسها لابنك، انتبهوا يعني. علامات فعل الماضي، الفعل الماضي بيه علامات تميزه عن باقي الأفعال. أول علامة قبوله تاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة مثل ما احنا متعلمين لا محل لها من الإعراب، وشرط أن يكون فاعلها مؤنث. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قالت نملة، زين هي قال، من الذي قالت؟ نملة. زين هاي التاء شو اسمها؟ اسمها تاء التأنيث الساكنة لا محل لها، لها منين؟ من الإعراب. جاءت فاطمة، من الذي جاء؟ جاءت فاطمة. زين هاي التاء شو اسمها؟ تاء الفاعل. إذا قلت له تاء الفاعل المصحح مالتك أو المدرس مالتك بال خليه صامت يلا ماشي ماشي، المصحح مالته غير، راح تخليه بالامتحان الشهري يطبر بالقلم، مستحيل تقول له تاء الفاعل هنا، لا هنا جاءت فاطمة فاعلها مؤنث، هنا تاء التأنيث، وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. القاعدة الثانية قبوله تاء الفاعل، هسه خلونا نسولف على تاء الفاعل. شباب تاء الفاعل بيها ثلاث حركات أو ثلاث دلائل أو ثلاث شغلات أنت تقدر تميزها عن تاء التأنيث الساكنة. تاء الفاعل ممكن نلفظها تاء، وممكن نلفظها تو، وممكن نلفظها تي بالكسر، مثل كتبت الدرس، كتبت الدرس. زين هنا الفاعل ما تبين كتبت، هاي التاء هي اللي فاعل، تاء الفاعل. بس تاء الفاعل لمن تستخدم؟ المفتوحة، تستخدم للمخاطب المذكر، يعني أنا دا أتخاطب ويا إنسان، وهذا الإنسان يكون بشرط أن يكون مذكر تمام. مثال كتبته، كتبته تلاحظ كتبت للمتكلم تمام، هذا يكون شكلها. وكتبتي الم للمخاطبة المؤنثة، يعني أنت تخاطب ويا إنسانة مؤنثة، عاقلة مؤنثة، فنقول لها يابا كتبتي أنت. زين هسه هنا إحنا هسه شباب من بعد ما إحنا تعلمنا علامات الاسم
وعرفنا علامات الفعل واخذنا علامات فعل المضارع، راح ننتقل الى علامات فعل المضارع. عزيزي ولي امر الطالب، اريدك تكتب لي هاي الملاحظه. راح يجي لابنكم بالشهر الاول امتحان، راح يجي بالشهر الاول سؤال جدا مهم، ما هي علامات فعل المضارع؟ كلش مهم هذا السؤال بالامتحان الشهري وبنص السنه، لان كصف الاول المتوسط انتبهوا وياي. خلونا نتعرف على الفعل المضارع. هو الفعل المضارع هو شنو؟ هو الفعل الذي يحصل في زمن الحاضر الآن والمستقبل. الفعل المضارع عنده دلالات، ممكن احنا نميز الفعل المضارع عن باقي الأفعال انه قبوله أحرف أنيتو، يعني هذين الحروف لما تدخل على الفعل نعرف نميز ما بين هذا فعل مضارع، مثل أكتبوا نكتب يكتب تكتب. هاي التاء وهاي الياء وهاي النون هي علامات الفعل المضارع بقبوله ماذا؟ أنيت. وصلنا إلى علامات فعل المضارع. هذا السؤال راح يجي بالامتحان الشهري جدا واضح، ما هي علامات الفعل المضارع؟ ما هي علامات الفعل المضارع؟ الفعل المضارع عنده ثلاث علامات لازم انت تميزهن عن باقي الافعال. اول علامه يا عزيزي قبوله احد حروف ماذا؟ احد حروف انيتو. قبوله ماذا؟ احد حروف انيتو. مثال يكتب علي الدرس. زين هذا يكتب فعل ماضي لو فعل امر؟ لا عزيزي هذا فعل منو؟ مضارع. ليش؟ قبل ياء انيتو. ثاني علامة من علامات فعل المضارع قبوله أداة النصب لن وأداة الجزم لم. حلو حلو. كملة كملة قطعة قطعة. كملة كملة. حمودي. حمودي. إيش في حمودي؟ يلا. صاعدين عالم بنصور. خلي صامت. يلا شوف نبدي. أداة النصب تدخل على الفعل المضارع فيصبح الفعل المضارع منصوب. إذا ثاني علامة من علامات فعل المضارع أن الفعل المضارع يقبل أداة النصب لن ويقبل أداة الجزم ماذا؟ لم. مثال لن يسافر أخوك ولم يكتب الدرس. تلاحظ عزيزي هاي لن هي منو؟ أداة نصب دخلت على اليمن، دخلت على الفعل المضارع. لم أداة جزم دخلت على اليمن، دخلت على الفعل المضارع. إذن علامة من علامات نصب الفعل المضارع أو قبوله الفعل المضارع يدخل أداة النصب وأداة الجزم. ثالث علامة من علامات فعل المضارع دخول السين وسوف، جدا مهم السين والسوف. سين وسوف هذين وين يدخلن يا عزيزي؟ يدخلن على الفعل المضارع. شلون؟ هاي سين واجا وراها فعل، هذا الفعل شو اسمه؟ فعل ماضي او فعل امر؟ لا فعل مضارع. سين دخلت على اليمن، دخلت على الفعل المضارع. سانجح في الامتحان، سوف يسافر، هاي السوف على من دخلت؟ دخلت على الفعل المضارع. انت هنا حتى في سبيل تلخص وتنتبه على فد قاعدة جدا مهمة، من علامات فعل ماضي يجيك عليها سؤال، ما هي علامات فعل ماضي؟ هذا السؤال قدامك واضح. مثلا يجيك سؤال ما هي علامات الاسم؟ ما هي علامات فعل المضارع؟ بالنسبة 100% هذني يجن عليها السؤال، بس لا تنسى فد شغلة واحدة انه عليها المثال. ننتقل إلى الفعل الأمر، انتبهوا وياي. فعل الأمر يا عزيزي هو مبين، أنا دا أمرك على شيء أنت لازم تسويه. فعل الأمر هو الفعل الذي يدل على الطلب وقت زمن المتكلم. لما نجي أقول لك اقرأ، اكتب، ادرس، هذني شنو؟ أفعال أمر. لما نجي أقول لك يا طالب اجتهد، اقرأ بجد، تمام؟ هذا شنو؟ افعال. بس شنو نوع من الافعال؟ فعل امر. انتبهوا وياي يعني. طبعا الفعل الامر عنده علامه ايضا اميزه،
هو احنا بس دقيقه خلنا نتفق معكم في مساله. احنا شنو العلامات هسه؟ مثلا الله يشفيكم شر الامراض مثلا وسخونه، شنو علامات اعراضهن؟ شنو مثلا ارتفاع درجات الحراره، مثلا انقطاع الشهيه، مثلا العين قم الدمع ونحول وما لك واس، وش يسوي؟ القحه الى اخره. كل فعل عنده علامه تميزه عن باقي الافعال. تعلمنا علامات فعل الماضي، تعلمنا علامات فعل المضارع، مثلا قبول سين وسوف فعل مضارع، قبول لم ولان، قبول انيت. الفعل الامر عنده علامه، وهاي ان شاء الله راح تاخذهم مستمر وياك من الاول المتوسط للسادس الاعدادي. انتبه، علامه من علامات فعل الامر، اولا انه فعل الامر اللي هو دلالته دائما يدل على الطلب. مثل يقول لك ادرس، ادرس بجد، انت شو افتهمت من انا؟ افتهمت انه انا دا اطلب من عندك فالشغله، دا امر امرك، اقول لك يابا ترى ادرس بجد، تمام؟ يعني شنو معنى شو افتهمت؟ انه انا دا امرك. ثاني علامه من علامات فعل الامر شنو؟ قبوله يا المخاطب. مثال اكتبي، ادرسي، اطبخي، امسحي، الى اخره من الامثله. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا مريم اقنتي لربك. اقنتي شنو دخلت عليها؟ قبوله يا المخاطب. عزيزي اخر شيء وصلنا من تسلسلنا، وصلنا للحرف. شنو معنى لفظة الحرف؟ الحرف هو كلمة لا يكون لها معنى إلا داخل الكلام. ما فهمت عزيزي شنو معنى لفظة الحرف؟ بابا هو الحرف هو عبارة عن كلمة، بس هاي الكلمة ما إلها أي معنى. إيش وقت يكون إلها معنى؟ لما تكون داخل جملة. يعني شلون؟ لما جيت وقلت لك في، في بس تقول لي شنو معنى في؟ قلت لك على، تقول استاذ شنو معنى لفظة على؟ زين زين، اذا قلت لك الكتاب على الرحله، شو افتهمت؟ انه هذا الكتاب موجود وين؟ على الرحله. يعني انت حروف الجر والحرف ما ينفهم بوحده، ينفهم فقط بداخل الجمله. انتبهوا يا حروف الجر في، من، على، الباء واللام. قلت لك يا ابي عزيزي الكتاب على، على ماذا؟ الرحله. زين هذا شو اسمه؟ حرف نصب، جار، جزم، نفي، استفهام. تقول لي لا استاذ قبل شوي قلت لي اللي هو على حرف جر. احنا خلينا ننتبه على فد مسائل. الحرف كلمه ما لها اي معنى. وصلنا والحمد لله رب العالمين الى ختام المحاضره. شباب طلاب الاعزاء، حتى انت تستفاد دائما من الشرح ضروري جدا تقتني الملزمة مالتي، والملزمة مالتي موجودة في جميع محافظات العراق بعنوان الأزهرية في شرح العربية لطلاب صف الأول المتوسط وصف الثاني متوسط وصف الثالث المتوسط. تقدرون تطلبوها جميعا من ملازم الشمس في جميع وكلانا في العراق. وفقكم الله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.